لابد أن نعمل استعداد للقلب، أن نعد القلب لرفع الأعمال من الآن. نعم من الآن، لا يصل رمضان إلا وقد أخرجت الغرماء، ومن كنت تخاصمهم أخرجتهم من قلبك، إنهم السجناء الذين يمنعونك من رفع عملك. بعضنا رمضان الماضي ما رفع إلى الآن، والسبب قلبه، به غل على مؤمن، أو قطع مسلما، أو هجر، أو قطع رحما. أخرج هذه الكبائر، بل أخرج هذه الأكماء، أخرج هذه السرطانات، استأصل هذه الأورام، أوقف نزيف الحسنات من اليوم، صالحهم، اصفح عنهم، بل واستغفر لهم، وطهر قلبك، لأنك إذا أقبلت على رمضان بهذا القلب الذي امتلأ حباً للآثام أو غلاً على المؤمنين، لربما ما استفدت من رمضان، وهو مدرسة يتخرج الناس منها كيوم وقد أعتقوا من النار. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه كذلك، ومن تحرى ليلة القدر كذلك. هذه الأجور العظيمة اللي يجعل بعضنا لا يتلذذ بها قلبه المريض، هذا القلب الذي نحتاج من اليوم عمل صنفرة وغسيل عاجل وفرمتة عاجلة حتى يبقى القلب طاهراً. لأن بعضنا أحبابي مسكين والله، يمر عليه رمضان بعد رمضان، ومواسم العتق من النيران، كل موسم بعده موسم، ولا زال أسير للأحقاد والضغائن. طهر قلبك يا عبد الله فأنت في شهر حرام، طهر قلبك يا عبد الله فأنت في شهر البذر، وأنت في شهر الغراس. لو أن إنساناً أراد، أيها الأحباب، يرى الناس وهم يبذرون وما بذر، ويراهم وهم يسقون وما سقى، ويراهم يوم أن جنوا فتحسر، يا ليتني معهم، أعطونا البذور وأعطونا الماء. الله يمسيك بالخير يا أبو فلان، راحت الموسم، راح والبذرة انتهت. وبعضنا إذا بذرت في رمضان وحاولت أن تسقي في رمضان، لو أنبتت شجرة رمضان فإنها تنتج ثماراً لا تؤكل. تلاحظون بعض الثمار فيها حموضة ولا تستوي، لأن وقتها لم يكن وقت البذر ولا وقت الغراس. لذلك استعد يا عبد الله. وهنا همسة في أذنك يا عبد الله، هل كل الذين الآن سنصلي عليهم الآن، أسأل الله أن ييمن كتابهم، وأن ييسر حسابهم، وأن يعتقهم من النار، وأن يمد في قبورهم مد أبصارهم، وأن يجازيهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. أليس كان من أمانيهم أن يبلغوا رمضان؟ وكم من إنسان لربما معنا الآن يصلي الآن ويسمع إلى الموعظة، لربما ربي ما كتب له أن يدرك رمضان. فلا أقل من أن تستعد له، وأن تشتاق له، وأن تعمل صيانة للقلب قبل أن تصل إليه، وأن تبدأ بحركات بتدريب نفسك على الطاعات، وأن تخرج من قلبك كل السجناء، وأن تسأل الله أن يبلغك رمضان. فلو لم تبلغه لعل النية الصالحة هذه تبلغك أجراً عظيماً لا تبلغه بعملك. أيها الأحباب، إن الذين يرحلون عن عالمنا كثر، لا أقول كبار السن، بل الأطباء يقولون إن كبار السن فرصتهم الطبية أن يعيشوا الآن صارت أعلى من الشباب. الشباب يركبون السيارات والطيارات ويركبون البحار، وبعضهم لا يعود، والأمراض هذه الأيام تنوعت وحار الأطباء في علاجها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فليست خاصة بكبير السن، ليس خاص بكبير السن أيها المبارك. الموت يأتي فجأة وليس له عمر. فيا عبد الله استعد، ومن اليوم، وابدأ من اليوم تدريباً. وأوصيك بهذا البرنامج أيها المبارك، من اليوم عاهد نفسك ألا تترك صلاةً فرضاً، ألا تترك تكبيرة إحرامها. درب نفسك أيها المبارك، الذي بقي على رمضان قريباً
من 50 يوما أو 50 ليلة، درب نفسك في هذه 50. القرار الأول: لا تفوتني تكبيرة الإحرام، وأتوضأ لكل صلاة، وأقرأ كل يوم جزءا واحدا، والجزء 20 وجه. يا عبد الله، والله لو قيل لنا أن حرف القرآن بريال لختمناه في كل يوم مرة. وكيف وهي حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألف لام ميم، 30 حسنة من اليوم، 30. اقرأ جزءا، ثم ابدأ بعد ذلك بعد مضي أيام تصاعد، اقرأ جزءا ونصف، حتى تستطيع أن تختم هذا القرآن العظيم في 20 المتبقية من رجب. اختمه أيها المبارك مرة أو مرتين، ضاعف في حسناتك. الأمر الثاني: تدرب على الصدقة، اجعل لك في كل يوم صدقة، نعم ولو كرتون من هذا الماء وقيمته 10 ريالات. تدرب أيها المبارك، فإن من تدرب على الإنفاق ألفه وتلذذ به. وبعضنا ما تلذذ به لأنه يرى أن الإنفاق غرامة، غرم، وهو والله غن. الوصية الثالثة: أوتر بعد صلاة العشاء تدريبا. إذا صليت العشاء وصليت راتبتها، أوتر بركعة أو بثلاث، ثم بعد ذلك رحل هذه الصلاة إلى قبل النوم وزد، ثم إذا تلذذت بها اجعلها في الثلث الأخير من الليل، واجعل الساعة بدل ما تستيقظ على أذان الفجر قبله بثلث ساعة، توضأ ثم صل 3-5 وترا، ثم استغفر الله قبل أذان الفجر وازدد في ذلك. ستصل بإذن الله إلى منتصف شعبان وأنت بإذن الله قد ألفت الطاعة. والرسالة الأخيرة: بادر بإخراج الغرماء من قلبك، واتصل بعد الآن بعد خروجك بمن بينك وبينه شحناء، وقل: عفى الله عنك وعفى الله عني. ولا تفتح ملفات السنين الماضيات، فبعضها أيها الأحباب يزكم الأنوف، وبعضها أيها الأحباب سجل كتبه الشيطان. عفى الله عنك، أخطأت أنا أم أخطأت أنت، حتى تجد لذة للطاعة. وأكبر سبب أخرج اللذة من قلوبنا أن القلوب ليست سليمة.